انا يعني مش عايزه اقول لكم كم من بساطي وكم فخري ان انا في الفقره دي. ليه بقى؟ احنا النهارده طبعا كل سنه وكل عمال مصر سيدات رجال طيبين وبخير يا رب. ففقرتنا دلوقتي معانا نموذج لست مصريه، يعني كلمه جميله دي كلمه قليله، هي قمر. لما اقول لكم احنا يعني هي معانا مين، انا والله العظيم عايزه اقول كلام كتير ومش عارفه اجيبه منين، يعني ابدا منين، عارفين نبدا منين الحكايه مش عارفين. بس يعني هي سيده بتشتغل في مهنه صعبه جدا 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 جدا، فوق كل ده بقى هي قمر. يعني هي شكلا يعني زي ما بنقول بره وجوه زي القمر، مجال يا مي من المجالات الصعبه جدا، وقدرت انها تحقق نجاح غير طبيعي فيه. هي فعلا زي ما انت قلتي هي فيري فيري ستايلش، اللي انت تشوفوها يعني الكاميرا تيجي عليها زي القمر. ده غير كمان انه بيحتاج اصرار وشجاعه بشكل كبير، لان كل الشغل والتعاملات هو اللي بتتعامل مع رجاله، فالموضوع مش سهل. خلينا بقى نعرف من ضيفتي اللي منوراني، ازيك يا مرهان؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. يعني انت كمان ملقبه بايه قلتي لي اول الفقره؟ سيده النقل الاولى. سيده النقل الاولى. ايوه. انت قدرتي او كبيره؟ انا سمعت كمان لقب الكبيره. الكبيره دي السواقين والمناديب بيطلقوها عليها عشان اسمي صعب شويه. فبدل ما يقولوا مدام مريهان، برضو مدام مريهان تقيله. وكان عندي كان عندي مندوب كده مش بيخاف مني، بيحترمني قوي، بيعتبرني اخته الكبيره. فكان دايما يقول يا كبيره. يعني انت اول سيده تعملي في مجال النقل. انا يعني انا عايزه اقول معلش يا مي، انا اسفه، انا عارفه ان انت عندك اسئله كتيره جدا. احنا والله العظيم كلنا عندنا اسئله، بس انا عايزه اقول حاجه. انا ومي لما هي استاذه مريهان دخلت علينا، يعني بتعمل في مجال النقل، فمتخيله والله ما قصدي حاجه، بس يعني كلنا مثلا في بيوتنا حاجه بنبقى لمين شعرنا مبهدلين من الاخر. أيوة يعني أيوة. انا شفت ست شيك ديسنت جدا، مثقفه، قمر. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انا ما تخيلتش ده فخر ستات بجد خالص، ما تخيلتش خالص. يعني على فكره زي ما يعني بقول كده، يعني انا مره جالي عميل في المكتب وانا فتحت له الباب ودخلته قعدته في المكتب، وبعدين خرجت للسكرتيره اطلب له حاجه، اقول لها تعالي شوفي يشرب ايه، ودخلت قعدت في على المكتب طبيعي. فهو بيقول لي هي فين مدام نورهان؟ هو يعني بقول لك اسمي صعب، ففين مدام نورهان؟ فقلت له انا. فبيقول لي لا لا لا، انا عايز مدام نورهان بتاعت النقل. هو طبعا مش مرهان يعني كان انا عايز مدام نورهان بتاعت النقل. أيوة. يعني هو زي ما انت بتقولي، هو حاطط في دماغه فيجر معين هيوصل لايه. فهو لما معين. دخل لقاني اللي هو لا مش هو، لا مش انت، لا مش انت. مش انا عايز النسخه الثانيه اللي بنشوفها في التلفزيون العادي. خلينا بقى نبدا من الاول خالص، ازاي دخلتي مجال النقل وانتي دراستك كانت تجارة انجلش مش لوجيستكس؟ بصي، هو زي ما بيقولوا كده، اول ما اتخرجت اشتغلت في شركة، بعدين الشركة دي كان بتاع التصدير، محتاجين انترنال بوست، فانا قدمت فيه واتقبلت. فكان قعدت شوية في مصنع في تصدير، وبعدين اتنقلت لبروكر كان انترناشونال، مش هنقول مالتي ناشونال. وبعدين من البروكر ده اشتغلت في شركة شحن مالتي ناشونال. الشركه دي انا كنت ماسكه عميل كبير قوي في مصر. العميل ده عشان اظبط حكايته اظبط النقل. فلما جيت ظبطت النقل حبيت النقل جدا، وحسيت انه تشالنجي قوي. ازاي احنا شايفين التشالنج على التلفزيون اهو، شايفين على السكرين دي ايه الفيديو ده بقى؟ احكي لي عن الفيديو ده. انا كنت في المينا وكنت عايزه اعرف الميكانيزم بتاع. انت اللي سايقه؟ انا اللي سايقه. ما شاء الله. كنت عايزه. وقدرتي يا مرهان ازاي؟ هي بصي لو فكرتي فيها مرعبة. مش مرعبه؟ لا والله مش مرعبه خالص. اولا هي انا مش هحكي عليكي، العربيه دي عربيه اوتوماتيك. اوكي. مش مانيوال. فانت بس هي دايمنشنز اكبر. ايوه طبعا. الابعاد كان عربيتي صغيره قوي. ايوه. عربيتي سيدان صغنونه كده، فان انا اصلا اسوق دي فكانت موضوع مش سهل. بس هي لو انت عندك قلب هيبقى عندك قلب في اي حاجه. هي العربيه، وان انا الف بيها واروح بيها واناور بيها، يعني هي يعني عربيه 12 متر ونص وراكي. الديل ده 12 متر ونص، فانت عشان تلفي بالديل فانت لازم تاخدي كيرف معين بوسع. أيوة. معين عشان تعرفي تحضني. فعشان كده يعني اي غلطه تبقى بكارثه على طول. ايوه طبعا. سواء النقل. أيوة. اي غلطه عنده بكارثه. وشخصيتك قويه جوه شغلك، يعني اصل انت كل تعاملك رجاله اكيد. فعارفه مراتي بس مش مراتي بقى، يعني انت مدير عام، يعني يعتبر انت مديره كل الرجاله دي. اكيد. ازاي بتتعاملي مع الناس دي؟ قويه مش
زي ما بيقولوا كده بالحب, بالحب مش بالعنف. لان خليني اقول ان برضو السواقين دول رجاله طبعا, ورجاله شغالين مش في مهنه سهله. والسواق ده ممكن يبقى مطبق بال 48 ساعه او 73 ساعه عادي صاحي, ما فيش مشكله وسايق. فانك هتيجي تشدي معاه يعني هيقول لك ما مش شغال يعني سمبل اند ايزي يعني صح. مش عند بعند اما في غيرك يعني. ايوه فان انت بالحب, مره بالحب ومره بالشده ومره بالزعيق شويه, بس مش بالزعيق بالاهانه, انك بتزعقي بتشدي بس ما بتهنيش اللي قدامك. دايما محسساه ان هو حاجه مهمه, وهو فعلا حاجه مهمه طبعا. يعني انا مش بقول ان يعني دايما يقولوا لي السواق, اقول له السواق ده عصب الحكايه. لو السواق ما وصلش في ميعاده المينا ودخل الحاويه وعتقها, وباي ذا واي عتقها يعني نزلها من على العربيه, عشان كلمه تعتق دي دايما بتسال عليها, عتقها بنزلها من على العربيه. انا منبهره والله العظيم ثلاثه, انا منبهره. اللي انت من هاني انت قلتي ده, ما بقولش عربيه في المينا, ما ينفعش بعجل. عجل هي اسمها كده, عجل عجل, ما ينفعش اقول تريلا وما ينفعش اقول عربيه, يبقى عجل. العجل. وعايز اقول لك يا مرهان, اللي انت كنت لسه بتتكلم فيه ده الفرق بين الباص والليدر. الليدر دايما بينجح هو والتيم بتاعه. ايوه انا دايما بقول. كلميني بقى عن يومك في المينا, بيكون عامل ازاي؟ ابدا بيبقى الاول ان انا لو انا نازله المينا بنفسي, وده دايما بيبقى يوم الخميس, عشان بيبقى في حاجه اسمها تصفيه عهده. انا ببقى نازله مني بفلوس عشان صفي العهد بقى مع السواقين, نشوف اللي ليه فلوس واللي مالوش فلوس. بننزل لو في تخصيصات. انا عندي طبعا تيم كله مناديب في المينا على فكره, مناديب. انا الناس او رجاله المينا دي انا بعتبرهم يعني من غيرهم انا ما انجحش. خلينا نتكلم بصراحه. انا عايشه في القاهره, قاعده في القاهره. لو نزلت اسكندريه مرتين ثلاثه في الاسبوع مش بقدر انزل, او مش هقدر انقل سكني القاهره, لان ولا اتجوزت عشت في القاهره. لكن رجاله المينا دول زي ما بيقولوا كده الظهر اللي انت اللي هم بيبقوا معتمد عليهم خلاص طبعا, وعارفين طريقتي, وعارفين ان انا ساعات بشد وساعات بزعق, وساعات يقولوا خلاص يا كبيره ما تزعليش, ولو في مشكله بيحاولوا يحلوها قبل ما توصلني. لو وصلتني هم عارفين بيبقى رد فعلي ايه. لو مشكله بسيطه بتعدي بنحلها سوا, عدت عليهم فعشان كده وصلتني. فلا ممكن يبقى في شده, ممكن يبقى في خصم يعني. أيوة. بس بتعدي. طيب كلنا في مجال عملنا بنواجه, أو مش هقول صعوبات يعني, اصل هم انا عندي اسئله كتيره في دماغي, فقبل ما انساها بس فاول سؤال, ايه الصعوبات اللي واجهتيها في شغلك في المينا؟ ده اول سؤال. تاني سؤال هو مرتبط بده, ايه اكتر موقف حصل وعمرك ما هتنسيه, سواء موقف لطيف, موقف كوميدي, موقف صعب, اللي هو انا عمر الموقف ده ما هينسى, ما هيطلع من بالي. بصي الصعوبات, انا دايما بقول حاجه واحده, ان انا ست. فهي دي صعبه في حد ذاتها. والنبي ما تقولي كده, ده احنا عمالين اهو يعني قدام الناس وعمالين اول سيده. ده في حد ذاته ان انت اصعب حاجه ان انت تتعاملي من غير ما حد يزعل منك. ايوه, من غير ما تكتسبي عداوات, ودي مهمه جدا, وتفردي سيطرتك او شخصيتك كمان. ممكن ترفعي على زميل مقاول نقل, زميل انا عايزه عربيات. كنت مره في مشكله صحيه ومش هينفع انا اللي باشر الشغل بنفسي, رفعت سماعه التليفون, انا عايزاك تشتغلي الشغل ده. ومش عايزه حد يحس ان انا تعبانه, ولا العميل يحس ان انا تعبانه. امين. حصل واشتغل, والعميل ما حسش ان انا دخلت اصلا المستشفى في عمليه. فاكرين فيلم يا رب ولد بتاع الفنان فريد شوقي وكريمه مختار؟ كان هو شغال في الخشب, في نقل الخشب. وكان عنده ثلاث بنات. وكان بيقول يا رب ليه ما جبتش ولد. لما هو تعب هم الثلاث بنات او الثلاث ستات هم اللي شالوه, وشالوه نجحوا الموضوع. ولو كان عليه ديون كان يعني الستات. والله يا جماعه لا, هي ست جدعه, ست ب 100 راجل يعني, واكبر مثل قدامنا اهي يعني. استاذه مريهان بجد ربنا يخليكي. والله ربنا يخليكي. الموقف بقى الكوميدي او موقف مش ما تنسهوش, اللي هو الموقف بتاع, لا انا هو كان مصمم ان هو عايز الاستاذه مريهان اللي هو طلعت له. انا استاذه مريهان, الاستاذه مريهان اللي انت اللي هي في دماغك, او اللي انت جاي وراسم ان انت هتتكلم معاها. وكان ساعتها بيتكلم معايا في قلابات, فالقلابات دي حكايه اقوى شويه من التريلات. القلابات دي اللي هي بتشيل الرمل والزلط. عربيه كده ليها ديل. أيوة في قلاب بيقلب فينزل الرمل وينزل الزلط. فهو جاي يتكلم معايا, وهو بقى جاي ومتخيل. والله والله حضرتك انا مريهان. اتفضل بطاقتي. ما صدقش الا لما طلعت له البطاقه, قلت له اهو البطاقه, انا مريهان الدريني. يعني انا طب اثبت ازاي؟
لان هو كان لا اللي هو بس ده موقف كوميدي يعني ابيوز ان 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 انت مش انت أيوة. ما ما لا ما ما انا عايزها ما بتصرف طب اعمل ايه؟ طب انت بتبشي شغلك من المكتب اكتر ولا من المينا؟ الاثنين 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 طبعا. وبتستمتعي بايه اكتر؟ المينا اكيد المينا ايوه. وفي عز الحر وفي عز السقعه وفي عز كل حاجه بتحسي ان انت مبسوطه كده يعني هو عملتي حاجه. خلي بالكم انا لما اشتغلت في النقل انا ما اشتغلتش في النقل عشان ابقى اول ست او انا حباه انا حابه المجال ده حابه التشالنج اللي فيه حابه. خلي بالك انا عندي تشالنج اون ديلي بيزس ان العربيات دي توصل للعملاء في مواعيدها. يعني احنا ناو دايز احنا بيواجهنا مشكله كبيره جدا ان الديماند اكتر من السبلاي العرض الطلب اكتر من العرض. العربيات مش مكفيه الشغل فان انت تفضلي محافظه على السيكونس بتاعك وان انت العميل يثق فيكي وان العميل يديكي شغل ويبقى ضامن ان العربيات هتطلع وهتوصل في ميعادها فدي بتساتسفاي مين من الداخل يعني طبعا ان انت حققتي انجزتي في الشغل كل يوم يعني. انت عندك يس كل يوم بقالك 11 سنه عندك كل يوم داخليا ان انت بتعملي تشالنج جديد ان انت يس انا انا صح. طيب اخيرا وليس اخيرا بقى معاكي احنا هنخلص الفقره ونقعد احنا بقى نرغي أيوة. مع بعض النهارده طبعا كل سنه وانت طيبه وكل العمال طيبين ستات رجاله كل عمال مصر طيبين وبخير يا رب. في عيد العمال النهارده بقى عايزاكي بقى ايه يعني اعتقد ان الفقره دي يعني بتخلص كل الكلام لكل الستات اهو ست جميله قمر وبتشتغل في مجال صعب جدا كل الستات المصريه والست ب 100 ست ايوه دي حقيقه الست ب 100 ست الكاميرا بتاعتك فين اهي الكاميرا بتاعتك اهي تمام وجهي بقى رساله لكل ست مصريه عامله وانا من ضمنهم انا ومي والله انا دايما لما برضو بوصل في الفقره دي او السؤال ده او الكلام ده دايما بقول ان الموضوع مش هوجه كلامي للست ولا هوجه كلامي للرجاله انا هوجه كلامي للي عايز ينجح حلوه عامه انت عايز تنجح يبقى تبقى لازم تبقى فاهم ان النجاح محتاج تحدي ومثابره وصبر وبهدله وهتقع وتقوم وتقع وتقوم صح. وتقع وتقوم وتاخد ضربه توجعك وتاخد ضربه اللي هتوجعك دي هترجعك اقوى فالموضوع مش ما تيأس يعني ومفيش نجاح من غير فشل صح فده حقيقي جدا النجاح مش فلات النجاح وبواجه كمان كلامي للشباب الصغيره ما ينفعش تبقى متخرج وتبقى عايز تبقى مدير ايوه هنقول بلغه مش مقاولين النقل بلغتنا المصريه العاديه المهنه اللي ما كنتش فيها صبي مش هينفع تبقى فيها معلم حلوة قوي حلوة قوي والله العظيم انت جامدة والله انت جامدة بعد 8 سنين خبرة رحت اشتغلت في الشركة المالتي ناشونال اللي بقول لكم عليها دي قعدت شهرين بصور ورق جه مديري قال لي انت عشان تقعدي على كرسية هنا لازم تقعدي تصوري ورق لما جيت بقيت صاحبة شركة انا ابريشيت للكلمة اللي اتقالت لي لان بقيت عارفة كل ورقة على مكتب كل موظف عندي عبارة عن ايه دخلتي في تفاصيل التفاصيل تتمرمط ايوه طبعا علشان تبقى مدير لكن صح. كل واحد يتخرج ويبقى عايز يبقى انتربرينور انت ما شفتش الضربه اللي تحت الحزام جايه لك منين لازم هتتمرمط وتتبهدل وتسمع خبره من ده وتسمع خبره من صح. ده وتسمع خبره من ده عشان في الاخر تبقى وبرده لما هتنجح هو هتوصل لقمه النجاح هتبقى فيه كده اللي هو كده ابس اند داون شويه ابس اند داونز بس ما بقتش كده صح ايوه هتبقى والله ما في احلى من الكلام ده نختم بيه